صباح الخير. صباح الورد. شلونك استاذ ورد؟ تقدر تشوفني؟ انا لا بين الطيارات هذه والفضاء هذا اللي مسوي لنا اياه انت ما راح اقدر اشوفك زين. لا بس راح اشوفك. شكرا جزيلا للاستضافه لهالميوزيوم هذا الرائع. صراحة رجع أيام الطفولة والشباب، ولو إحنا اثنيناتنا بعدنا شباب، طلعنا بنفس العمر تقريبا، نفس الجيل ضروري. زين أستاذ فريد، بداية الحديث مالتنا أريد أتعرف عليك. أنا يعني بالنسبة إلي ما سويت أي بحث عنك، كل اللي أعرف عن أستاذ فريد هو حطم رقم قياسي، بس ما شنو بالطيران ما أعرف، راح تحكي لنا التفاصيل هذه. الشغلة الثانية، راح الناس يقولون إش جاب سيف اللي هو مجال رياضة مايندسيت على أستاذ فريد اللي هو طيران وهذه، فرح نلقى فد طريقة ربط ما بيناتهم، وأنا محضر بعض الأسئلة حتى نرتب التفاصيل هذه. احكي لي على من هو فريد، ولاته، شنو اختصاصه، وش جابك على هالطيران هذا. أولا أنا رحب بيك في متحفي المتواضع البسيط. اثنين أشكرك على هاي الاستضافة حقيقة. ثلاثة، لا بالعكس، أكو يعني أرض مشتركة بيناتنا. أولا أنا رياضي أصلا. حلو. سكاي دايفينج هي رياضة، صحيح هي جرافيتي وورك، أي بس بالأخير هي رياضة. أضف لذلك أنا أصلا كنت يعني لاعب قوة بدنية سابقا. ممتاز. كنت طالب جامعة في جامعة بغداد يعني بالتسعينات وبداية الألفينات. عموما أنا أحب الرياضة بشكل عام. صحيح أحيانا يصير بسبب الحوادث اللي يصير عندي بالقفز المظلي أو الطيران الشراعي، فصير عندي حوادث، هاي الحوادث تمنعني من ممارسة الرياضة لفترة ما، وبسببها يزيد وزني. أنا آخر حادث صار عندي قبل سنة تقريبا، صار عندي 3 كسور بالرجل اليمنى، فلهذا صار عندي يعني زيادة بالوزن، ولا زلت شوي أنا ما أقدر أسوي رياضة بشكل محترف يعني. فأنا متعود على الحوادث ومتعود أنه دائما يصعد وزني وأرجع أنزله ويصير عندي ريكفري وما إلى ذلك. هذا شيء طبيعي بالإكستريم سبورت، بالرياضات الخطرة. الطيران أو أي شيء أنا سويته هو مثل ما تلاحظ أنا أعيش لازلت تحت تأثير الكرتون لحد هاي اللحظة يعني. حتى من أروح إلى سينمات، رغم أنه أنا قلة جدا أروح للسينما، أبحث دائما عن الأنيميشن. أوكي. يعني هذا المبتغى مالتي، فتلاقيني أنه أبحث عن هاي الأفلام اللي هي تخرج الإنسان خارج حدود القوة الطبيعية اللي مكبلة خياله واللي مكبلة قدرته على أنه يوصل إلى أحلامه. تعرف إحنا محاطين بالجاذبية ومحاطين بعوائق، بعضها طبيعية وبعضها بسبب تطور الأنظمة البشرية، من ضمنها الحدود وما إلى ذلك. فهذه الأشياء هي تعيق الإنسان من أنه يوصل إلى بعض أحلامه. الكارتون ما يعترف بهذه الحدود، سواء الطبيعية أو حتى المكتسبة أو اللي صارت بسبب التطور. فتلقي توم مثلا يقفز بدون باراشوت، يلزق بالقاع، وبعدين رأسا ينفخ بالإبهام ماته ويرجع طبيعي. أو مثلا جيري يتقطع وهو دا يهرب من توم ويرجع رأسا ينجمع مرة ثانية ويمشي. وهذا شيء جميل ولطيف. بالمناسبة احنا كلنا كبشرية نبحث عن القوى الخارقة، كلنا. قد بعض الناس يقول لك انه هذا الموضوع هو سخيف او سيلي او ما الى ذلك. لا لا، انا حبيت طريقة لكن هو نفسه هذا الشخص او الانسان اللي يعتقد انه الواقعية هي افضل من الخيال وافضل من الاحلام، هو نفسه يؤمن بها. لانه الاديان مثلا هي مبنية على القوى الخارقة، سواء ما بعد الموت أو حتى فكرة المنقذ. تلاقي أنه كل الأديان فيها فكرة المنقذ، يعني في الإسلام المهدي، وفي المسيحية عودة المسيح، وفي اليهودية وفي البوذية، وكل الأديان تدعو إلى فكرة المنقذ. والمنقذ هي فكرة المنقذ، هي قوة خارقة بالأخير. نفس الشيء حتى اللي يسمون نفسهم علمانيين يعني رجعوا وجابوا منقذ أيضا مهدي بس بطريقة ثانية، اللي هو الآيرون مان والسبايدر مان والسوبرمان والباتمان ووندر وومن، كل هاي الأشياء هي بالأخير يعني منقذ، شخص خارق يستطيع صنع العدالة وما إلى ذلك. فإحنا كبشرية نميل إلى القوى الخارقة،
لأنه قوانا محدودة وإحنا ما قابلين غير مقتنعين بهذه القوة. يعني إحنا مو مثلاً القطة أو الكائنات الأخرى اللي هي يعني عندها قناعة بالقوة والإمكانيات اللي تمتلكها. إحنا ما مقتنعين، وهذا شيء جميل لأنه هذا اللي دفعنا إلى اختراع الطيران. لولا أنه إحنا كنا غير مقتنعين أو غير قابلين بإمكانياتنا هذه، ما دفعنا هذا إلى أنه نلقي أجنحة لنا ونطير بها. كان اقتناعنا وقلنا لا، إحنا حالنا حال القطة مثلا أو بقية الكائنات، وإحنا كائنات لا تستطيع الطيران، ويجب أنه إحنا نلتزم بهذا الشيء. فبالعكس أنا مع الخيال، مع الحلم، لكن يجب أن يكون معها المثابرة، اللحاق بهذه الأحلام حتى توصل إلى هاي الأحلام، حتى العمل المستمر. أي أنا ما تهمني النتيجة بالمناسبة، يعني حتى لا يؤخذ كلامي على أنه إحنا نبحث عن النتيجة. أنا النتيجة آخر همي، يعني أنا ما عندي مشكلة أنه أدرس، وهي أنا دائما أقول 4 سنوات وبالأخير أترك الامتحان النهائي، وما تهمني الشهادة. أنا ما يهمني أنه صح. العنوان ما أنه أنا ماخذ المسيرة اللي تهمك، يعني باتشيلر يعني أو ماستر أو بي اتش دي، أنا ما تهمني هذا الشيء. أنا يهمني الجيرني نفسها، الرحلة. الجيرني دائما، الرحلة هي المهمة. يعني كلامك 100% صحيح. يعني أنا شنو اللي يهمني أنه أحصل على العنوان، بقدر ما يهمني التجارب اللي أخوضها، الخبرات اللي يكتسبها، هذا المهم عندي. أكثر الأشخاص اللي نجحوا بحياتهم هم نجحوا من تيجي عليهم وحققوا إنجازات في حياتهم، يتفقون ويا اللي أنت قلته دائما النتيجة ما كانت هي الهدف، أو كانت هي الهدف في نوع ما يعني بالبدايات، لأن ما كانوا يشوفون المسيرة، ولكن من وصلوا إلى الهدف اقتنعوا أنه أكو شيء أثمن من الهدف اللي هو المسيرة، الرحلة. لأنه هل صعود والنزول، النجاح والخسارة، والاستمرارية بالنجاح والخسارة، والإيمان أنه أنت لازم توصل إلى نقطة معينة، بس من توصل لها راح تشوف المسلسل كله كامل كان أحلى من النهاية. أكيد. فأني أتفق وياك، لأنه أنا في مجالي بالرياضة ما دخلت بطولة نهائيا، بس أخذت تحدي لنفسي، قلت خليني أوصل إلى مرحلة أنه أدخل بطولة من يصير عمري 40 سنة، فهذا الكلام كان قبل 3 سنين، حتى المشاركة ما تصير قليلة في ضمن الفئة اللي هم 40 وفوق يسموهم الماستر. صح. فسجلت الرحلة مالتي بالتحضير يوم بيومه إلى حد ما وصلت ليوم البطولة. بالبطولة ما حققت إنجاز، بس الإنجاز اللي حققته هو تسجيلي للرحلة كلها كاملة، دوكيومنتد كلها كاملة، 65 يوم من التصوير اليومي موجودة حاليا عندي على اليوتيوب، كل اللحظات، الواهس يجي للجيم، تعب، الأكل، النوم، الشغل، كل هاي المعاناة. فالرحلة كانت أحلى من النتيجة والوصول للنتيجة. فأتفق وياك، وهذا فعلا يعني شيء عظيم. وحبيت فكرة أنه أنت شلون صورت موضوع الأنيميشن أو الكارتون وحبك إلها، بأنه تخرجك إلى عالم المخيلة اللي هو بعيد عن الواقع، ولكن هو في منطقة الإبداع. أكيد، والإبداع دائما يجب أن يكون خارج حدود الرياليتي أو الواقع. إحنا المجتمعات اللي عشنا بيها أنا وأنت على الأقل، خلينا نقول إحنا عشنا في مجتمعات هي كثير متحفظة، لا بغض النظر عن التحفظ، أنا دعشي على القضية الميكانيكية في سلوك الحياة، اللي هي الميكانيك دائما أنت تعرف في أي حركة ميكانيكية هي حركة نمطية، هي متشابهة بها ملل. أنه أنت إذا تشوف أي تاير مال السيارة هو يدور، ما عنده شيء ثاني يسوي. إحنا حياتنا شبيهة بهذا النمط، اللي هو أنه أنت تعيش حتى تدرس حتى تكمل طب. أنا دعشي لك عن 70s يعني و80s، ولا زالوا يمكن بعض الناس إنه أنت لازم تكون طبيب، أنت مو طبيب، أنت فاشل، أنت فاشل بالضبط، هذا الموضوع خلاص، هذا ليبل. شنو الشيء الثاني؟ يجب هسا تحصل على الوظيفة. أوكي، هاي حصلت على الوظيفة، تروح الساعة 8 الصبح، ترجع الساعة 2، أنت ما تعرف هو شنو هاي الوظيفة، حابها مو حابها مو مهم، قاعد تسوي شيء بيها ما تسوي مو مهم، المهم أنت تحصل راتب، هو هذا الهدف من تحصيل الوظيفة، اللي هو الأمان يسموه أو الاستقرار، الكومفورت زون. أي أوكي، وبعدين تتزوج، بعدين تجيب أطفال، بعدين تموت. هاي يعني ساعة حركة ميكانيكية. صح. يعني ما تختلف عن أي حركة ميكانيكية مثل هساي الحركة، ما بيها
ما بيها رينج، يعني ما بيها انه انت عندك اوبشنز اختيارات. هي نفس هاي الحركه، انت عندك حركه محدوده جدا، ممله جدا، نمطيه جدا. هي صحيح بيها استقرار مثل ما هم وصفوها حتى احنا نكون منصفين، لكن انا شخصيا ما ابحث عن الاستقرار. صح، انا اخر هدف عندي بالحياه انه اكون مستقر. انا بالعكس يا ريت انه اليوم مثلا عندي مليار وباكر مطلوب مليار، ما يهمني هذا الشيء. اللي يهمني انه هذا الرينج الواسع من التغيرات، هذا الاوبشنز الاختيارات الكثيره اللي عندي، هذا الامل الهوب. لانه انت تعرف لما تكون انت دايناميكي حيوي راح يكون ايضا عندك امل طبيعي، لانه انت بدون هذا الامل ما تكون اصلا دايناميكي، ما تكون انت اصلا متحرك. انا ابحث عن الحركه، انا ما ابحث عن السكون. لهذا انا خرجت عن فكره القطيع اللي كنت انا عايش ضمنها، واللي للاسف لا زالت موجوده. وطبعا هذا يقودنا الى موضوع اكثر بعد واكثر عمق، اللي هو موضوع اشتراكية هاي المجتمعات. احنا مجتمعات تعيش ضمن قطعان، ضمن مجاميع. هاي المجاميع هي يعني عندها سيستم معين، هذا السيستم هو سيستم الجماعة، سيستم الاشتراكية. فهذا السيستم لا يسمح للفرد بأن يتطور وأن يستقل، بالعكس حتى الفرد إذا كان متطور يجب أن يتطور لأجل الجماعة. لهذا احنا عندنا مثلا فكرة الأنانية هي فكرة غير محببة. أنا بالنسبة لي أميل إلى الأنانية. صحيح، أتفق. الأنانية هي وحدة من الصفات أو وحدة من الأشياء المهمة حتى أنت تكون دايناميكي وحتى أنت تكون مستقل وحتى أنت تكون مبدع. يجب أنه أنت تبتعد عن فكرة الجماعة، مو بعدائية مثل ما اليوم تصور فكرة الأفكار اليسارية الجديدة من ضمنها الفيمينست وغيرها. لا، أنا مو مع العدائية أو التطرف، أنا مع أنه الإنسان يبتعد عن فكرة نمطية لكن ما يعاديها. بالضبط، ما يكون هو بجهة أخرى ويلبس الخوذة ويلا تعالوا إحنا نتعارك، يعني لا يأخذها للتطرف، يعني ريلاكس، يكون متفهم بكل يعني الأطراف. مجرد أنه أنت تخط طريق وخلي يكون هذا الطريق هو موازي، مو بالشرط انه احنا اني اتقاطع معك، انا مجرد اخذ الطريق موازي فقط لا اكثر ولا اقل. طيب نرجع للارقام القياسية. نعم، ما شاء الله، 1 2 3 4 5 6 10. يعني الحياة عندك اثنين هناك، عندك واحد هنا. زين، احكي لنا شلون بديت باول وحده. والله يعني بالصدفه اني حقيقه قلت لك ما ابحث عن النتائج، يعني اخر همي هو النتائج. هاي. لهذا انا حتى مو كلش اشتغل على الماركتينج، يعني في ناس عندها رقم قياسي واحد تقلبها للدنيا، يعني انا مو كلش اهتم لهذه القضيه، يعني حتى ما ادافع. يعني انا واحده من الاشياء اللي عندي انه انا ما ادافع عن انجازي. تعرف انت لما نصير بمنطقة الإنجاز أو منطقة الإبداع أو منطقة السبوت لايت، خلينا نقول يعني تحت الإضاءة، أكيد جهات ومجاميع وأفراد راح تهاجمك، هذا شيء طبيعي. يعني أنا حتى هاي القضية ما تهمني، يعني ما يهمني يعني إنه مثلاً فلان يشكك أو يقلل من أهمية الإنجاز اللي عندك، عادي كيفك، يعني I don't care. يعني طيب، أنا لأنه أي شيء أسويه هو أسويه لنفسي بالمقام الأول. إذا أنا ما مستمتع بشيء ما سوي، حتى لو كان بالأخير الجائزة مالته هو أنه أمتلك الكون. نعم. امتلاك الكون عندي هو أنا شقد أحصل فن، متعة. إذا ما حصل متعة، إذا أنا ما مستمتع بالحياة، ما تهمني هاي العناوين. لهذا أنا ما دافع عنها وما قاتل لأجلها، أنا قاتل لأجل المتعة بالمقام الأول. متعة نفسك. متعة نفسي فقط. لأنه أنا دا أشوف، أنا أربي قطط وأربي أحياناً، كان عندي نمر سابقا وربيت أسد سابقا، يعني هواي تعلمت من هاي الكائنات. بالمناسبة احنا للأسف ما قاعد نشوف هاي الكائنات، سواء النملة، القطة، كل هاي الكائنات، يعني معلمين وفلاسفة عظام يعني يعلموك حقيقة احنا تحت الستريس بدون ما ندري. يعني نركب سيارات فارهة بس احنا تحت الستريس، ناكل بس احنا تحت هذا الضغط الهائل، نسافر بس احنا تحت ضغط هائل. يعني لا فقيرنا مرتاح ولا غنينا مرتاح، لانه احنا ما قمنا ناخذ الاشياء او نسوي الاشياء لاجل انفسنا. اغلب الاشياء اللي نسويها لاجل الاخرين. لهذا احنا في حالة صراع دائم لاثبات كينونة لاجل الاخر، مع انه الافضل انه انت تهتم بنفسك. اول شيء تثبت كينونة لنفسك، نفسك. يعني.
اذا انت ما تثبتي كينونه لنفسك علي ما عايش يعني ما راح تقدم مثل ما هسه اسويها القطه انا عندي هسه اخر قط عندي هو اسمه فهد امس اصبح عليه صباح الخير فهودي يعني بسيط حلو جميل لطيف تلاقيه دائما في حاله مرح كل شيء عنده بيه وقت معين يعني اذا يريد الاكل يقاتل لاجل هذا الاكل بس لاجل نفسه يعني يستمتع ويلعب شويه وينام هوايه وعايش حياه طبيعيه كلش بسيطه يعني بعيد عن هذا الستريس اللي احنا بيه احنا تعدنا يعني هسه انا ارجع هسه قد المستمع يقول مو هسه انت رجعت الى الواقعيه والى البساطه انا مع اخذ من كل شيء بس بدون أن يكون هناك تطرف بدون أن يكون هناك تقاطع يعني أنا تلاقيني اشتراكي رأس مالي عبثي عدمي ميتافيزيقي مؤمن كلهن بخلطة واحدة لا بأس هو هذا المطلوب هذا المطلوب إحنا المطلوب إنه إحنا ما نكون ضمن ليبل واحد يعني هاي قضية إنه أنت تحطني ضمن ليبل واحد أنا أرفضها خلي أخي شوي كل شيء من كل شيء لون مثل هسه الحياة بيها ألوان يعني ما تلاقي انه لون طاغي على الاخر يعني هذا اللي يسموه الايموشنال انتليجنس اللي هو توسيع الذكاء العاطفي اللي هو ما يعني بالحقيقه هو انه انت يكون عندك تطلعات على كل الافكار على كل الكالتشرز اللي هي شنو الثقافات العربيه الاجنبيه العالميه ثقافات حتى قد تكون مو ضمن دول ضمن افكار معينه حتى تتقبل انت الاشخاص لانه هذا الشيء هذا راح يعلمك انت انه توسع نطاق فكرك حتى لا تكون انت متقوقع بفكرة معينة ومتزمت لها بطريقة عنصرية وبتطرف لا راح تقدر تسمع ولا راح تقدر تتقبل غير الفكرة اللي انت تعلمت عليها فانه انت مثل ما ذكرت تخرج من هالقوقعة هذه تتقبل الآراء مو شرط تتقاطع معها اي مو شرط تتقاطع معها ولا شرط انه تؤمن بيها بس انه تكون عندك فكرة وإدراك هذا الشخص ليش يفكر بهالطريقة هذه بحد ذاتها هو هذا الذكاء الحقيقي اللي قبل كانوا يقيسوه على الاي كيو اللي هو مستوى الذكاء اللي كانوا يقيسون عليه يعني في بعض الجامعات اي بعض الجامعات يدوروها وبعض الشركات تدورها حاليا صار الايموشنال انتليجنس هو المطلوب اللي انت تقول الذكرى هذا واللي هو هذا انا اشوفه احنا كوننا اثنيناتنا عايشين بالامارات ايش قد فادنا هذا الشيء باختلاف الثقافات بداخل هالدوله هذه 210 تقريبا جنسية داخل هالبلد هذا باليوم الواحد كم شخص تلتقي به أنت لمجرد أنه تروح تشتري لك مثلا بطل مي من سوبر ماركت أكيد راح تلتقي بجنسية وفكر معين هذا الشيء يوسع نطاق ثقافتك يوسع تقبلك وتواضعك أنت بالفكرة اللي أنت بيها أنه تتقبل الأشخاص لأنه كلهم عايشين في مكان واحد كلهم يتنفسون نفس الهواء يأكلون يشربون نفس الأكل بس مختلفين بالأفكار ففعلا أتفق وياك وهذا شيء جابنا إلى شغلة أنه ثيناتنا هي هاي الأرض المشتركة اللي بيناتنا إحنا قلنا أكيد لأنه أنا ما أعتبر شخص نفسي شخص ناجح ولكن على طريق النجاح ممكن في خطواتي الأولى تعبت وشقيت ولكن إلى حد ما وصلت إلى هالفكر هذا نرجع نستخدم الكلمة اللي انت ذكرتها اللي هي الأنانية هي مثل ما قلت انت هي مو بالمعنى المتطرف إلها المؤذي للطرف رفض الآخر مو رفض الآخر لا مو رفض الآخر ولكن الاهتمام بالذات أكثر من المقابل يعني أنا حاليا كزوج وكأب لازم أهتم بنفسي قبل عائلتي اهتمامي بنفسي كوني يعني الأب والرب الأسرة اللي أقدم للطرف الثاني اللي هم مرت زوجتي وأولادي لازم أكون في صحة عقلية وجسدية اللي تأمن حياة مستقبل الأولاد بالمناسبة طالما إحنا في الطيران فأكو مثال على هذا الموضوع أي. كلش مطابق اللي هسه أنت اللي حكيته إنه أنت إذا ما تهتم بنفسك ما تقدر تهتم بالآخر كطيار لا موجود دائما إحنا من نصعد بالطيارة سأنا حقول لك واحد تقول إيه صحيح وهذا المثال جدا يعني مطابق شايف يقول لك قبل إذا صار مشكلة بالضغط داخل الطائرة أول شيء سوي أنه أنت تحط لنفسك أكسجين قبل أن تساعد الآخر هذه أنانية هو طفل ابنك زوجتك صديقك صديقتك أيا كان يعني المرافق لك يعني يجب أن تساعد نفسك أولا 100% خلي قناع الأكسجين أولا لك بعدين تساعد الآخر
لانه انت اصلا عندك ثواني معدوده، اذا انت ما حطيتها لنفسك انت اوريدي راح يصير عندك انكونشنس وما راح تقدر تساعد الاخر يعني. هذا افضل مثال انت ذكرته. للاسف احنا احيانا ما نركز، احنا محتاجين نركز احيانا. نركز بشنو قصدي؟ انه الحياه بيها هوايه امثله. يعني انا مثل ما قلت لك سابقا انا اشوف البزونه واتعلم منها هواية، احيانا اباوع على النمله واتعلم منها هواية، احيانا اباوع على شخص يعني يعمل في مهن قدامنا بس احنا نهمل هاي المهن ما نشوفها يعني واتعلم من عنده. احنا حولنا هوايه دروس، كلش هوايه دروس 100%. وبالكواليس قلت لك يعني انا هوايه تعلمت من اليوتيوب مثلا. انا رحت الى امريكا درس 4 سنوات او 3 سنوات ونص درس الطيران في ولاية تكساس. طلعت من التعليم النمطي التقليدي التلقين اللي هو مو تعليم، تلقين اللي هو التعليم اللي موجود أو التلقين الموجود في أنظمتنا البسيطة في الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى من التعليم اللي هو التعليم الأمريكي. يعني أعلى مستوى على الإطلاق هو التعليم الأمريكي، معقد جداً لكن بسيط جدا. معقد بالنسبة لي أنا يعني أنا جاي من طالع من مكان ثاني، بسيط بالنسبة لهم، حلو مرن بي كل شوية معلومات لكن بنفس الوقت ما يسبب لك إجهاد، ما يسبب لك ضغط. فالتعليم غريب يعني كلش حلو. فأنا رحت ما أعرف هذا التعليم، ما أفهم يعني. أنا أول ما رحت لهناك تعال نستخدم آيباد، أنا أحكي لك بال 2012 يعني شنو آيباد، شنو ألزم آيباد أدرس بي، شنو ما أعرف إيش يعني، فأشياء كلش غريبة. شنو هاي طريقة احتساب الدرجات، شنو طريقة ما أعرف إيش، حتى طريقة إنه أنت المشاركة ما أعرف. أنا بعدني على نظام ترفع يدك إيه أرفع يدي ومحاولة إنه أكون مركز الكون يعني هذا لا ما موجود هناك. هو تيم وورك وإنه إحنا نحاول إنه نتعلم من بعض، منحاول نظام الدراسة بعض. نظام الدراسة اللي عندهم هو إنه يخلوك إيه. أنت تبحث في المعلومة وليس إنه يغذوك المعلومة. إيه بالضبط. هذا يعني الحقيقة بالبداية أنا ما كنت فاهم هذا الموضوع، وتعال ما أسأل الناس هو ما راح يقولوا لي لا، بالعكس هو النظام يعلم أنه يخلي كل فرد ضمن هذا المجموعة أنه يعلمه. لكن أنا لقيت ضالتي في اليوتيوب. اليوتيوب هواية شرح لي أشياء، هواية فهمني أشياء، تعلمت هواية أشياء. حتى القوانين الأمريكية تعرف بلد أنا ما أعرف قوانينه، حتى أكون يعني حذر ما أسبب مشكلة لنفسي. أو تعلمت من اليوتيوب، ما كنت أعرف أطبخ تعلمت من اليوتيوب، هواية أشياء تعلمتها من اليوتيوب. فالحقيقة إحنا محاطين بهواية أدوات للتعلم، لكن إحنا ما نريد نتعلم، ملتهين بالدوبامين السوشيال ميديا. هل أسميها هذا المصطلح يجب دوبامين جديد. دوبامين السوشيال ميديا صحيح. شون دوبامين وهو السكر فعلا. هو دوبامين السوشيال ميديا، هو فعلا إدمان. أنا بالمناسبة حسب من أجي لهنا الإمارات أو بالعراق يعني من أجي الشرق الأوسط هم أصير مدمن أي. مدمن سوشيال ميديا أي. أطلع خارج إطار هذا هي هذه الأتموسفير ألقي نفسي لا والله أترك التليفون وأمشي الصبح وأسوي رياضة وأحاول أقرأ كتاب وما. بس إحنا بالشرق الأوسط كلنا بدون استثناء أي. عندنا هذا الإدمان العجيب للسوشيال ميديا. هسه أنت وأنت تسوي سيتينج أنا قاعد أشوف ريلز يعني غريب. شوف هو سلاح ذو حدين، مثل ما أول ما طلع الإنترنت كانوا يقولون عليه سلاح ذو حدين، أنت تقدر تستفيد من عنده وتقدر تستخدمه في طرق اللي ممكن إنه يأذيك. السوشيال ميديا نفس الشيء يعني بالنسبة لي أعتبرها إنه شغلة سريعة، جريدة اللي كانوا أهالي يلزمون الجريدة ويقروها ويأخذون من عندها المعلومات اللي يردوها. الريلز او التيك توك اذا تيجي تشوف الفيد مالتي اللي شنو عندي راح تشوف شغلات اللي انا دائما اشوفها، شغلات اللي ما احب اشوفها امشيها. تحتاج الى الضحكه بين فتره وفتره، ممكن ان تطلع لك شغله بس مو انه دائما هي هذه تكون الى طريقه الادمان. انا صار عندي عشق وادمان انه المعلومه واختلاف الاراء، اجي اشوف واجي اقيم انا هالمعلومه هذه اللي سمعتها هل هي حقيقيه ام هل هي يعني شخص طلع وقالها. بس أجي أخذ هالمعلومة هذه وأجي أبحث بالكتب، أجي أبحث مصادر ثانية حتى أتأكد من المعلومة هذه. فممكن أنت تعتبره سلاح ذو حدين السوشيال ميديا، بس لكوننا عايشين بعصر السرعة تحتاج إلى أخذ المعلومة بطريقة سريعة.
واحدة من الأشياء اللي ذاك اليوم صارت واللي تناقشت بيها ويا زوجتي على الموضوع هذا، احنا من جيلنا، يمكن احنا جيل جنريشن اكس اللي يسمونه اكس، ولا ما اعرف اكس، احنا يسمونه جنريشن اكس اللي هو اعظم جيل في عصرنا هذا. ليش؟ راح اجيب لك المعلومة وراح تشوفها، اللي هي احنا عشنا الجيل اللي قبلنا فترات اللي ما كان اكو موبايل، كان اكو تليفون ابو القرص. عشنا الموبايل، عشنا الانترنت، ودنا نشوف التطورات اللي دا تصير بالزمن الحالي. قصدك الطفرات التكنولوجية، الطفرات اللي دا تصير. فاحنا قاعدين ما بين الجيلين، يعني هسه الجيل الجديد اللي بعمر العشرينات، بالفن يسموه جيل الرواد، جيل الرواد، احنا الرواد، احنا الرواد. بالانجليزي يسموه جنريشن اكس، واللي بعدها جنريشن زد وام. يمكن ابل نزلت البرودكت الجديد اللي اعلنت عنه قبل اسبوع يمكن، اللي هو الارتفيشال انتليجنس. هذا من وجهة نظري راح يسوي في الطفرة بالعالم، مثل ما الايفون اول ما نزل سوى طفرة، مثل ما الكمبيوتر في زمننا اول ما نزل سوى طفرة. الى هسه اتذكر من جيت اشوف والدي ووالدتي الماوس شلون يشتغل، ليس اتذكر شلون كانوا يلزموه وما يقدرون يسيطرون عليه. هل بالتسعينات؟ بالتسعينات، هل التسعينات اي، هل اورينتيشن هذه اللي كانت موجوده عندنا احنا كجيل ما كانت موجوده عندهم. المقصد من كلامي هذا الارتفيشال انتليجنس، الجوجلز اللي نزلت الفيجن برو يمكن اسمها، شيء جديد بس راح يغير، من وجهه نظري راح يغير سلوكيات المجتمع. إيجابيا أو سلبيا، إحنا ممكن نجي نشوفها سلبيا، بس أني قلت لها زوجتي، قلت لها بس ينزل لازم أستثمر وأشتري واحد. قالت لي أنت مخبل، أنت مجنون، أنت بس تحب تصرف فلوسك على أشياء مو مالها داعي. قلت لها لا، ابني وأولادي راح يعيشون الجيل هذا، شئتي أم أبيتي هم راح يعيشوها الجيل هذا. أني ما أريد أكون معزول عن أولادي، عن هذا الجيل الجديد، لازم أحكيوي بنفس اللغة اللي هم يتكلمون بها. فإذا أنا قدرت أعرفها قبل لا هم يعرفوها، أو مع ما هم عرفوها، هم راح يسبقوني أكيد. تصير لغة مشتركة بيناتهم، راح تصير في أبراج تواصل ما بيني وبينهم، ما راح انقطع عنهم، وعيش جلباب أبي اللي هو الأب التقليدي اللي عايش بالبيت واللي ما يعرف اللي ابنه دي يتصرف بيه واللي دي يسوي. على القليل تكون عندك انت هذه. ما اعرف شلون جبناها على هالموضوع هذا، بس حبيت احكيها. لا بالعكس، بالعكس، لا وضروري انه احنا النولج او المعرفه، يعني هذا شيء معروف، يعني هي اولا ما بيها يعني حد معين، انت لازم دائما طالما انت في الحياه يجب ان تتعلم، والتعلم هو شكل دائم. المشكله في الشرق الاوسط واللي انا دائما اشخصها، احنا توقف عندنا زمن من زمان. أنا ساني واني دا أسمعك، أكو تأثير كبير جدا رغم اطلاعك الشديد، يعني رغم عمق تفكيرك، بس لازلت تحت تأثير الشرق الأوسط، وهذا شيء طبيعي طبعا بالمناسبة. أنا أيضا أعاني من عنده، رغم أنه أنا أكتب أحيانا في مجال الفلسفة وعندي كتب في هذا المجال، ورغم أنه أنا أحاول أنه أطلع عن هذا الإطار، لكن لازلت بدون ما أدري أتصرف ضمن هذا الإطار، اللي هو مثلا شنو السلبي والإيجابي، ناجح فاشل، أسود أبيض، هذا تلاقيه فقط في الفكر الأرسطوي. خلينا نسميه نظام أو منطق أرسطو قائم على عدم اجتماع النقيضين، أو أنه أنت دائما عندك صح غلط، حقيقي مو حقيقي. البحث، هسه انت قلت البحث عن المعلومة بهدف اكتشاف هل هي حقيقية او لا، هذا وين يقع؟ ضمن نطاق الفكر الارسطوي. العالم كان معانا، يعني وتعرف انت ارسطو هو قبل الميلاد بالمناسبة، فاحنا لازلنا ضمن تحت تأثير تفكير رجل عاش قبل الميلاد. الصبر يعني هسه خلي نقول مع الميلاد، يعني 2000 سنة، احنا شخص قبل 2000 سنة يحكمنا لحد هاي اللحظة، هاي إذا احنا قلنا هو بالميلاد. تصور انه اني تحت تأثير شخص قبل 2000 سنة ما شايف اي تكنولوجيا، ما طلع على اي فكر جديد، ما صار عنده اي خبرات جديدة، كل خبراته هو كان عايش ضمن حدود اثينا وضواحيها مثل ما نقول، وهو هذا يسيطر على تفكيري اني اللي انا ابتعد عنه 2000 سنة، صح؟ احنا لازلنا تحت تأثير هذا، وكان العالم معانا، يعني
ليش أوروبا كانت والأمم الأوروبية إحنا نسميها عصور الظلام أو العصور الوسطى، ليش كانوا هم تحت تأثير؟ لأنه كانوا تحت تأثير أرسطو. أنا أحب الرجل بالمناسبة، وأعتقد أنه هو يعني صنع طفرة في الفكر البشري، لكن لوقته، يابا مو لوقته بعد 200 سنة 300 سنة يجب على الفكر أن يتطور. مثل الفيزياء، هسه عندنا الفيزياء الكلاسيكية اللي هي الفيزياء الخطية وفيزياء الحركة والفيزياء الحديثة، والفيزياء الحديثة أيضا راحت وهسه أجت فيزياء الكم، والفيزياء الكم هسه الأوتار الفائقة وما إلى ذلك. إحنا يجب أنه نتطور بالفكر، ماكو شيء اسمه أنه أداة قبل 2000 سنة أني أستخدمها. والفكر أيضا صحيح، الأداة والفكر هن اثنينهن يجب أن يتم تطوير فيه. صحيح. لهذا اجى فكر جديد هسه انا اميل اليه اللي هو هيجل مثلا. هيجل اجى بفكره الصيروره، فكره التفاعل، فكره انه ماكو شيء اسمه صح وخطا، ماكو شيء اسمه فاشل وناجح، ماكو شيء اسمه حقيقه وزيف، وانما اكو تفاعل واكو تغير، وهذا التغير هو دائم وممكن اجتماع النقيضين، وهو هذا المهم. لهذا وين يقودنا هذا؟ يقودنا إلى سلوكيات جدا مهمة. إحنا ليش تحت ستريس؟ إحنا كشرق أوسطيين ليش تحت ستريس؟ لأن إحنا لا نقبل اجتماع النقيضين. لهذا إحنا وين نروح؟ يجب أن أكون مثالي. شوف وين دي يقودنا؟ دي يقودنا إلى كارثة. إنه أنا ما أقبل إنه في داخلي أكو تناقض. لا، إشلون هذا التناقض سيء، وهذا التناقض خطأ، وهذا التناقض هو معناها إنه أنا إنسان سيء وإنسان مو جيد، وكل هاي الرذائل اللي إحنا نحطها على نفسنا ونعاقب نفسنا عليه. لا حبيبي، عادي طبيعي، هو إحنا مجموعة من النقائض ونتفاعل، ومرة تلاقيني يمين ومرة تلاقيني يسار ومرة تلاقيني بالنص، طبيعي، هذا طبيعي، هو الصيرورة، هو هذا الطبيعي، هو هذا اللي إحنا نسميها التفاعل، نسميها الديناميكية. إذا إحنا ما نميل إلى الديناميكية ما نكون احنا كائنات حيه طبيعيه. المثاليه راح تقتلنا، تخنقنا. صحيح. وهي خنقتنا بالمناسبه، يعني ذبحتنا. احنا دائما نبحث عن صح خطا، يعني احنا هسه صايرين مثل لغه الحاسبه، لغه الماكينه اللي هي ماشين لانجويج 0110، ماكو 01، ما طبيعي. لا، الحياه مو ابيض واسود. الهرمونات والمزاج ياثر علينا. يعني يعني أميل إلى السعادة، بس أحيانا تلاقيني كلش كئيب، وأحيانا تلاقيني حزين، وأحيانا تلاقيني راغب للحياة ومقبل إلها، ومرات تلاقيني ولا أشتريها بدرهم وأريتها تخلص وما إلها أي قيمة وما إلى ذلك. هذا طبيعي، طبيعي. الطبيعي أنه إحنا نتفاعل، إحنا مجموعة من العوامل ومجموعة من المركبات الكيميائية الغير متناهية والمركبات الفيزيائية الغير متناهية، تتفاعل بشكل دائم، تتفاعل مع نفسها وتتفاعل مع المحيط، وهذا التفاعل ما بي حدود، ما بي حدود، لا ما بي يعني نتيجتين فقط، يعني صح، أسود أبيض، ناجح راسب، الحياة مو أسود أبيض، الحياة بيها لا سلبي ولا إيجابي. الحياة أكو شيء اسمه تفاعل، أكو شيء اسمه حركة. صحيح. وبالمناسبة يجوز وراء 20-30 سنة أو يجوز 5 سنوات، أنا متأكد حتى فكر هيجل يجب أن نهجره ونلقي فكر جديد. يعني مو معنى أنا ضد تقديس الشخصيات والأفكار، لأنه هذا التقديس ما يخلينا نبحث، ما يخلينا نتطور، ما يخلينا نطلع خارج حدود أو الظل مال هذا الفكر ونبقى تحت ظلال هذا الفكر. يجب أنه إحنا نخرج شوي، يعني خلت لوحنا الشمس، يعني شو يصير؟ يعني ما يصير شيء، خل أطلع شوية، خل أشوف شبيه الشمس، يعني حتعطيني فيتامين دي، حتخلي دماغي يفكر أكثر، ممكن تحرقك، أطلع لي فكرة جديدة. صح. ومو مهم هاي الفكرة هي صح غلطة، ما تهمني هاي، قلت لك النتيجة ما تهمني. وليش ما تهمني النتيجة؟ لأنه أنا هجرت فكرة عدم جمع النقيضين، أو يسموها رفع الوسط، أو المقدمة الكبيرة والصغيرة والنتيجة. يعني ابتعدت عن هاي فكرة المناطق. بالمناسبة احنا عندنا واحد سبقنا بهذا، سبق حتى هيجل وغيره، اللي هو ابن خلدون. للأسف انه ابن خلدون ما يدرس في ثانويات عندنا. انا اتمنى انه فكر ابن خلدون يدرس بالثانويات، يعني رجل عظيم عظيم، سبق علماء الأوروبيين في فكرة الصيرورة وفي فكرة ترك المثالية. رجل كان حقيقة وجد اللبنة الأولى للفكر الاجتماعي الجديد، يعني هو بس جميل جدا.
في الدول عينك. الله يخليك، أنا أحب أكمل بعد أكثر. نعم. بس لضيق الوقت ولا نحتاج نسوي لقاء ثاني. اليوم تبحرنا في مواضيع جدا جدا مهمة، اللي هي أهم من الإنجازات اللي أنت أتصور حققتها، لأن وصولك لهالفكر هذا شيء بحد ذاته إنجاز عظيم. لأنه أنت عندك أساس لخوض مو بس صور وشرشوبات وتسميات، لا أكثر من هذا وأبعد من هذا، ويعني تبحر في هالفكر هذا في مجالات ثانية. إن شاء الله اللي دي يستمعون واللي يشوفون يستفيدون من هالأفكار هذه، هو هذا الهدف من البودكاست. أكيد. تسلم حبيبي، شكرا. أنا حقيقة سعيد باستضافتك إلي، سعيد انه انت زرت متحفي المتواضع. جميل جدا، يعني هذا مكان انا ممكن اقضي به ايام وليالي. حبيبي تدعي لك اني تايم. تسلم. انا عندي مثل هالاستوديو مالتي بالبيت تقريبا، هيك شيء. عندك هيك اشياء؟ مو الى هالدرجه، هذه الاكستريم، بس اون ذا رايز. يعني بديت ستارتد ماي اون كولكشن. حلو لطيف. بس بالاشياء اللي يعني اقدر بيها اسويها، بس مستفيد من الاستوديو مالتي هو بس للتصوير واستضافة الناس. اليوم ان شاء الله استضيفك. والله ضروري حتى نكمل الباقين. بس شكرا جزيلا. لا شكرا لك، واتمنى لك واتمنى لكل مشاهديك ومستمعيك يعني حياة مليئة بالمسرات والمتعة. تسلم. والمتعة اهم شيء. المتعة اهم شيء. المتعة. تسلم حبيبي.